وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون فاجأت إيران وفصائلها المسلحة في الشرق الأوسط بإعلانها عن وضع الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، وأكدت بقاء الولايات المتحدة الأمريكية بقرار صدر مؤخرا بأنهم باقون في العراق وباقون في سوريا. وهذه التصريحات هي كانت قادمة من دانا سترول، وهذه هي تعتبر طبعا نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، صرحت بهذا الأمر إلى مركز يطلق عليه مركز ويلسون. وثبتت هذه التصريحات بالكامل طبعا وزارة الدفاع الأمريكية بهذا الشكل. وبالنسبة لسترول، هي أكدت في بداية هذا البيان ومن السطر الأول بأن إيران هي الخطر الأكبر على الشرق الأوسط بالكامل، وهي الخطر الأعلى على الإطلاق في الفترة الحالية بسبب طائراتها المسيرة وبسبب صواريخها البالستية النشطة دائما بين فترة وأخرى وفصائلها المسلحة الموجودة في المنطقة. وكذلك أكدت بأن خطر داعش لم ينتهي أبدا، بل أن داعش موجود، ولكن داعش لا يمتلك سيطرة الآن على أي مناطق كما كان هو الحال طبعا في السابق، ولكن لا زال تنظيم داعش قادر على عملية الارتباط مرة ثانية، أن يجتمع، أن يتمكن من السيطرة مرة ثانية على المناطق إذا ما تم إهمال مسألة تنظيم داعش. وعلى هذا الأساس هي وضعت عدد من الاستراتيجيات وتحدثت عن عدد من الاستراتيجيات التي اتخذت طبعا على أساسها القرارات وزارة الدفاع الأمريكية، بأن مسألة الدفاع ومسألة إدارة الأمور خاصة فيما يتعلق في إيران وفصائلها المسلحة هي ستكون عن طريق تعاون متعدد مع أطراف متعددة موجودة في الشرق الأوسط لتحقيق هذا التصدي المهم والذي تبحث عنه الولايات المتحدة الأمريكية الآن. وكذلك هم تحدثوا أيضا بأن الدبلوماسية هي دائما موجودة ودائما حاضرة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية قبل كل شيء آخر، ولكن في نفس الوقت أن مسألة تواجد الولايات المتحدة الأمريكية الآن بحسب هذه التصريحات هي ليست متعلقة فقط بالفصائل المسلحة أو داعش أو حتى إيران أو الطائرات المسيرة أو الصواريخ، بل أن الأمر يذهب إلى أبعد من ذلك. وهذه هي التصريحات التي جاءت بها سترول بكل تأكيد. قالت الشرق الأوسط مسرح رئيسي للتنافس مع الصين، وأنه ليس محورا بل هو الطريقة التي تفكر بها وزارة الدفاع من خلال التنافس مع الصين في الشرق الأوسط. وأضافت فيما يتعلق بالعراق وسوريا أن مراجعة الموقف العالمي لوزارة الدفاع أكدت بشكل خاص أن الولايات المتحدة ستحافظ على وجودها في العراق وسوريا لدعم جهود شركائها لضمان الهزيمة الدائمة لداعش. والمثير بعد هذا الإعلان أن هذا الإعلان فعلا هو جاء بعد 4 أيام فقط من إعلان متعلق بالمستشارين العسكريين الكنديين الموجودين في العراق بهذا الشكل من قبل جلوبال نيوز الكندية. أعلنت بأن القوات الكندية أو المستشارين الكنديين في العراق قاموا بتمديد مسألة تواجدهم ومهامهم في العراق لمدة سنة قادمة وسنة كاملة، بالتالي حتى العام القادم لن يتغير شيء بالنسبة إلى المستشارين الأمريكيين، وأصبح واضحا أو المستشارين عفوا الكنديين، وأصبح واضحا بالنسبة للمستشارين الأمريكيين أيضا بأن هذا الأمر لن يتغير في الفترة الحالية ولا في الفترة القادمة. ولكن أيضا تم ملاحظة بأن هنالك عدد من التحركات التي جاءت بالنسبة للقواعد الخاصة بالتحالف الدولي، ونتحدث هنا عن واحدة من أهم التحركات التي طبعا نشرتها وتحدثت عنها بشكل حصري وكالة دير الزور 24 قبل أيام قليلة قبل هذا الإعلان الذي تحدثنا عنه لهذا المنطاد الذي ظهر بهذا الشكل. وهذا منطاد هو تابع للتحالف الدولي، يقوم برصد عالي جدا وكبير إلى أي هجمات ممكن أن تأتي بالطائرات المسيرة أو الصواريخ البالستية. وطبعا وكالة دير الزور 24 أكدت بأن هذا المنطاد هو موجود فوق ويحلق فوق قاعدة كونيكو التي تأتي إلى شرق نهر الفرات في الداخل السوري. وبالتالي إذا ما نظرنا وأخذنا بعض العلامات فقط لنتأكد من أنه هل فعلا هذا المنطاد موجود في هذه القاعدة المهمة ألا وهي قاعدة كونيكو، سنلاحظ بأن المنطاد طبعا موجود بهذا الشكل، والواضح بأن هنالك خزانات على ما يبدو بهذا الاتجاه،
ومع التركيز على هذا الخزان بشكله المميز بهذا الشكل، يبدو بأن هذه الخزانات هي تقع نوعا ما خلف هذا المنطاد الذي نتحدث عنه، وعلى ما يبدو بأن هنالك خزانا واحدا هنا أيضا باللون الأبيض، وعلى ما يبدو بأنه يأتي بخط مستقيم وبنفس الخط مع هذا المنطاد الذي نتحدث عنه. دعونا نذهب الآن بالأقمار الصناعية إلى قاعدة كونيكو الموجودة في الداخل السوري بكل تأكيد، وإذا ما توجهنا إلى القمر الصناعي هنا سنلاحظ بأننا سنهبط إلى هذه القاعدة إلى شرق نهر الفرات. طبعا هذه هي قاعدة كونيكو، دعونا نقترب من هذه المنطقة قليلا التي ترونها أمامكم بهذا الشكل، وإذا ما أخذنا العلامات سنلاحظ بأننا أمام نفس الخزانات هنا بهذا الاتجاه، مع الأخذ ملاحظة هذا الخزان الذي تحدثنا عنه بلونه المميز طبعا، وكذلك واضح بأننا أمام عدد من الخزانات التي تأتي باللون الأبيض كما كان هو واضحا في الصورة، خزانا واضحا، وهذا قد يعني بأن الصورة وزاوية الصورة هي التي منعتنا من رؤية هذه الخزانات التي تأتي خلف هذا الخزان، وعلى هذا الأساس واضح جدا إذا ما أخذنا الخط المستقيم بهذا الاتجاه فواضح بأن المنطاد هو يحلق فوق قاعدة كونيكو فعلا كما نشرت وكالة دير الزور 24 في هذا الاتجاه تحديدا الذي نتحدث عنه طبعا بكل تأكيد، وبالتالي التحركات واضحة جدا، التحركات ليست عادية بالنسبة للتحالف الدولي في تهيئة لعملية قضية التصدي إلى الفصائل المسلحة أو إيران في حالة طرأ أو جاء أي شيء ممكن أن يطرأ في المنطقة بشكل عام، ولكن أيضا في نفس الوقت بالنسبة إلى إيران فهي لا زالت تقوم بعمليات شحن أسلحتها إلى الداخل السوري، ويوم أمس الفلايت رادار 24 وضحت بأن هنالك طائرة تابعة إلى الحرس الثوري الإيراني من خطوط قشم الإيرانية المعروفة العسكرية، وهي تحلق من طهران مباشرة عبر الأجواء العراقية بهذا الشكل وتهبط في مطار دمشق بهذه الطريقة، وبعد ساعات قليلة غادرت مرة ثانية بنفس الطريق بهذا الشكل، وفي العادة يوم الثلاثاء دائما نتوقع بأن هنالك طائرة شحن من قشم تابعة إلى الحرس الثوري الإيراني تقوم بهذا التحليق بهذا الشكل، ولنتأكد من عملية التسجيل الخاصة بهذه الطائرة بحسب الفلايت رادار سنلاحظ فعلا بأن قشم فارس إير هي طبعا الطائرة التي تحدثنا عنها، وكذلك بأن هذا هو الرقم الخاص بها بوينغ 747، وأيضا هذا هو تاريخ الرحلة الذي تحدثنا عنه ألا وهو في 5 أبريل 2022، أي بما معنى يوم أمس بالنسبة لهذه الطائرة، وكانت هنالك الأسبوع الماضي أيضا 3 طائرات من طائرات قشم التابعة للحرس الثوري الإيراني قامت بنفس هذه الرحلة من طهران فوق الأجواء العراقية إلى الداخل السوري، وبعدها عادت عبر الأجواء العراقية طبعا إلى الداخل الذي نتحدث عنه طبعا الإيراني بكل تأكيد. وهذه طبعا الطائرات التي نتحدث عنها هي في نفس الوقت عندما كانت هذه الطائرة طائرة قشم التي تحركت يوم أمس من إيران إلى مطار دمشق مباشرة ظهرت أيضا في الرادارات ولاحظناها بشكل واضح بأن هنالك طائرات النحشون شابت الإسرائيلية الاستخبار الإلكتروني التابعة طبعا إلى السرب 122 الإسرائيلي بدأت تحلق مباشرة بمجرد ما وصلت طائرة أو بدأت تدخل أو تصل إلى دمشق مباشرة بدأت تحلق هذه طائرة الاستخبار الإلكتروني، وبدأت طبعا تراقب هذه الشحنة القادمة إلى دمشق بشكل مباشر، وعند مغادرة هذه الطائرة طائرة قشم بكل تأكيد كانت هنالك طائرة أخرى ليست من هذا النوع الذي نتحدث عنه ألا وهو النحشون شابت، وإنما طائرة أوكس إسرائيلية استمرت بمراقبة الطائرة الإيرانية وهي تغادر الأجواء السورية طبعا إلى الأجواء العراقية وصولا أو إلى الأجواء طبعا التي نتحدث عنها العراقية وبعدها وصولا إلى إيران، بالتالي الإسرائيليون يراقبون كل صغيرة وكبيرة من هذه الشحنات، بل إن كان هنالك قضية قبل 48 ساعة مهمة بالنسبة لإسرائيل على الأقل فيما يتعلق بالضربات ضد هذه الشحنات أو ضد حتى إيران، كان هنالك حفلا بتعيين قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجديد ألا وهو تومير بار الذي تلاحظونه بهذا الشكل، وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي هو موجود في هذا الحفل المهم، وبالنسبة لكوخافي هو وضع تصريحات مثيرة للغاية كلها متعلقة بإيران وكلها متعلقة بالفصائل المسلحة الموالية لإيران، وهذا ما قاله كوخافي في هذا الحفل: قواتنا جاهزة للعمليات في الأماكن القريبة والبعيدة، وإن عملية التحضير للعمليات في إيران
تمضي حاليا بوتيرة سريعة. وأضاف أيضا: لقد عززنا قدراتنا على شن ضربات جوية على العدو وسنواصل القيام بذلك، وسيستمر سلاح الجو في لعب دور مركزي خلال هذه الحروب. وبالتالي كل شيء واضح جدا بأنه متشنج، وهذا يجعلنا مباشرة نتوجه بالنظر إلى ما سيحدث في الاتفاقية النووية إذا ما فشلت أو إذا ما نجحت. كيف من هذه الأمور وكيف لهذه الأمور فعلا أن تتطور بالنسبة لهذا التشنج الموجود في الشرق الأوسط مع الإعلان الأمريكي الذي تحدثنا عنه بكل تأكيد. ولكن الكونغرس الأمريكي منزعج تماما من قضية العودة إلى الاتفاقية النووية. هذا الرجل وهو طبعا ريتشي توريس، وهو من الحزب الديمقراطي ونائب في مجلس النواب الأمريكي، تحدث بشكل واضح هو وعدد من الديمقراطيين، ونشرت يوم أمس بهذا الشكل على طبعا فورورد، أكدت من داخل الكونغرس الأمريكي بأن لو وصلت هذه الاتفاقية النووية إلى قبة الكونغرس الأمريكي وطلب من النواب الموجودين من الحزب الديمقراطي وكذلك الجمهوري للتصويت على الاتفاقية النووية، فالجميع سيرفض، بالغالبية من الديمقراطيين والجمهوريين سيرفضون هذه الاتفاقية تماما والعودة إليها. وبالتالي هنالك أيضا شحن على المستوى السياسي وعلى مستوى الكونغرس، وتظل الأسئلة الكبيرة عن سبب توقيتات كل هذه الأمور التي تحدث أمامنا وما الذي تعنيه بكل تأكيد.